بس انت ما ينفعش كل حاجة تاخدها على أعصابك كده، هيجرى لك حاجة، الدنيا مش مستاهلة كل ده يعني. غصب عني يا انغام، اعمل ايه يعني؟ ما انت شايفة. سيبك من الكلام ده دلوقتي، قولي لي المكان عجبك؟ تحفة تحفة. طب حلو، تعالي بقى اوريك المنظر من بره. انسى، انا عندي فوبيا من الاماكن العالية، انا كويس اني قاعدة معاك هنا اصلا. طب ده كلام فوبيا وانت معايا؟ طب انا عندي علاجك والله العظيم اللي عالجك من الفوبيا دي. هاخدك كل يوم هنا وبصي من فوق لتحت، هما يومين بالظبط تبقي زي الفل. انت طلعت متنمر ها؟ ماشي يا عم. لا بس انت شكلك كنت بتيجي هنا كتير قبل كده على فكره. والله العظيم ما حصل، ده حد وصفهولي قلت اجيبك واجي. سيبك من ان احنا فين، انا بصراحه كده يعني مبسوط وانا معاكي، احس كده ان انا على طبيعتي. لا انا ما كنتش عامله حسابي خالص اني اسمع كلام حلو. اي خدمه، ما تقطعش بقى يا اصحاب. خلاص. لا عاوز اكلمك كلمتين بجد، انا عمري ما هنسى وقفتك جنبي، لوجودك في حياتي انا عمري ما كنت هرجع اقف على رجلي تاني، ولا كنت هرجع اعرف السوركي. عارفه يا انغام، انا طول عمري بقف مع الناس قصاد المخدرات، بس الكلام سهل، ساعه الجد لما رجلي جت في الخايه واتلطيت حسيت احساس بشع، اعتبر صعب قوي، ربنا ما يكتبه على قد اعدائي. وانت كنت قد الامتحان يا عرب. بس أنا عايز أسألك سؤال. قولي. أنت لسه بتحب حنان؟ حلو السؤال ده، بس أنا مش عايزك تزعلي من الإجابة. لا مش هزعل. شايفة المنديل ده؟ شايفة أبيض إزاي؟ حنان بالنسبة لي كانت زي المنديل كده. ودلوقتي بقت كده. حنان بالنسبة لي خلصت خلاص. اتحرقت، دخلت النار برجليها، انا المخدرات خرجت من جسمي وحنان خرجت من قلبي. ما تتكسفيش بقى.